فعشان كده دايما لما باجي اتكلم على صفقات اصل بيقول لك ايه، اصله ساب الدوري الانجليزي، و يعني بعض من لا يشجع النادي الاهلي عاملين كوميكس على هذا الموضوع، يقول لك اصل هو ساب الدوري على بيرسي تاو، يعني ساب الدوري الانجليزي ورجع من الدوري الانجليزي على الدوري المصري وكذا وكذا وكذا. ايوه النادي الاهلي نادي كبير ونادي عالمي، الكل يتمنى ان يكون متواجد في النادي الاهلي. انا مش بقول كده لمجرد ان انا واقف مع حضراتكم وبقول هذا الكلام، حضراتكم تعلموا هذا الامر اكتر من اي حد تاني، وبعض من لا يشجع النادي الاهلي عارفين الكلام ده كويس جدا. فعشان كده دايما انا بقول لحضراتكم ايه، خلينا وخلي بال حضراتكم، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. هل بكده بالاربع صفقات دول انتهت صفقات النادي الاهلي؟ محدش عارف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه. من الممكن جدا ان نرى بعض المفاجآت في بعض الصفقات اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه، وممكن جدا نلاقي لا بناء على راي المدير الفني واداره الكوره اتفقوا ان لا خلاص كفايه الصفقات دي. ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه هيبان مع الايام القادمه. زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما لما بنيجي نتكلم معاكم لما بيتم التعاقد مع كريم فؤاد بنقول لحضراتكم بعد ما يتم الاعلان رسميا من خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي ومن خلال قناه النادي الاهلي. بيرسي تاو نفس الكلام هنا وهنا، حتى لو مصر كلها بتتكلم عن هذه الامور ولكن من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال المركز الإعلامي للنادي الأهلي دايما حضراتكم بتشوفوا الصفقات، بتشوفوا إيه اللي بيحصل في النادي، من اللي بيحصل بشكل رسمي من خلال هذه الصفقات. فعشان كده دايما خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. وكالعادة وزي ما شرحت لحضراتكم من 2019 كيف بدأت فكرة إن احنا نعمل فريق جديد، وهي فكرة دايما موجودة مع كل مجالس إدارات النادي الأهلي علشان تسيطر على القارة الأفريقية، والحمد لله ربنا كرمنا بالتسعة الأضيق ممكن، وربنا كرمنا بالعشرة في ظل ظروف كانت صعبة جدا جدا جدا، وفي ظل وجود جائحة زي جائحة كورونا في العالم كله، مش في مصر بس، في العالم كله. ومع ذلك استطاع النادي الأهلي أن يفوز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا في حوالي 8 شهور أو في 7 شهور، وفي سابقة لم تحدث في التاريخ. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده خدنا دوري، خدنا كاس السنة اللي فاتت، خدنا دوري وخدنا كاس وخدنا سوبر افريقي، وبالتالي 5 بطولات وأيضا برونزية كأس العالم. احنا بنعتبرها بطولة ان احنا نصل ان احنا ناخد ثالث العالم، اعتقد ان ده شيء جيد جدا جدا جدا. وزي ما دايما اتفقنا مع حضراتكم الفترة اللي جاية هتشوفوا ان شاء الله تكريمات للاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، ابطال النادي الاهلي في كل الالعاب وطبعا في كرة القدم، لان هم بالفعل يستحقوا هذا التكريم على مدار موسم كامل، موسم صعب استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز في 5 بطولات والستة ثالث او برونزية كأس العالم. ان شاء الله البداية تكون من الموسم القادم، هتبدأ مع كأس مصر النهارده.